روح فيها. الدكتور هتروح؟ اه روح. هتقول نعم ولا لا؟ هقول. هتقول ايه؟ هقول نعم. تبقى جميلة والجو يروق ونعيش في حياة مستقرة يا رب يروق لنا العسر يا رب. أقول نعم طبعا. مين بيقول لك يا حاج تروح تقول إيه؟ لا أنا الواحد ما حدش لو يقول لي أنا سبع ده ولا سبع ده. إحنا عشان الشبابات إحنا رايحين، إنما عشان الشبابات بقى ما حدش يزعل حد ولا حدش يعمل مظاهرات ويضرب التاني. ما شفش انا بذاكر. هنقول نعم. احنا عايزين نعيش في امان. احب اصور بقى انت هناك المكنه شغاله ايه على البتاع. احنا بنحيي الشيش، احنا عاوزين مصر عمار مدى الحياه. يخرب بيت اللي عاوز يخرب مصر. انا مع مرسي. اللي يحب مرسي هو زي ما هو عايز، انا بحب الشيشي. انا اؤمن بالمساواه وبحب الناس لبعض واحترام الصغير للكبير واحترام الكبير للصغير وضمان كل إنسان لحقوقه. أولاً هم أنا مدير مدرسة، الدستور الجديد عمل للمعلمين وعمل للفلاح وعم خلاش حاجة. ما أنا قريت المواد وهو الدكتور عمرو موسى وهو بيوافق عليها. تنتنا قعد لحد الساعة حوالي واحدة بالليل. نعم نعم الصبح. لو شاف حاجة مش صالحة هقول نعم ليه؟ آه طبعاً. هو ما فيش فيه حاجة تشينه. ده أحسن دكتور العمل دي. هتقول نعم ولا لا في الدستور؟ هقول نعم. 247 مادة الناس كلها بالإجماع. الإنسان لازم يعتبر نفسه ديونة كبيرة. ما دمت أنا عايشة فلابد إن يكون لي آمال ويكون لي أحلام أتمنى من الله إن هو يحققها. هتقولي نعم ولا لا؟ نعم. يا ألف نعم في بعض. مواد جديدة الناس اشتغلت عليها كويس أوي. يا رب تنهدي مصر يا بنتي، يا رب تنهدي مصر. إحنا بتوع 25 وإحنا بتوع 30. حتى لا تشهد علينا والله. هتروح الاستفتاء؟ هنقول نعم ان شاء الله. لسه اما نقرا النهارده الباقي بقى. فهمنا كل حاجه، ما عادش حد وحش كده. قلنا نعمين. والله احنا عايزين نعمله رئيس. هو مين؟ السيسي. لا احنا هنقول نعم. هنقول نعم للسيسي. اه. نعم. هذا معاك. لما نقرا الاول نعرف نعم ولا لا. دوله مدنيه محترمه بدل دوله مرسي العفنه. وبعدين ده دستور يعني مش قران، حتى لو فكرنا احنا نغير نعم هنغير. والبلد مش محتاجه ان احنا نتاخر في وضع دستور. واعتقد ان السيسي موافق عليه مش كده؟ يكفيني هذا. لجنه الفنجي كلها ناس محترمه. سمعت لحد ماده 136. جموع الشعب كله بارائه فيه، ما عطوش مزايا للقوات المسلحه على قديم زي ما هو. ما تسالي 95% بينفروا من التطرف. لو كويس طبعا هقول نعم. اول حاجه ان انا لما اكون ماشيه ما حدش يعرضني كمنقبه او مخطبه او نعم عشان ما يرجعوش تاني. دستور ايه اذا كان البلد متنيله؟ البلد هتتصلح وكل حاجه هتبقى حلوه. والله ما انا فاهمه الدستور الجديد ولا القديم. انت قلت لي انت حبيبك مين؟ محمود شكوكو. تفتكري لو شكوكو كان عايش وشاف اللي بيحصل دلوقتي كان حصل؟ هيبقى حزين جدا على البلد. يلعن في كرموز والمنشيه اشهر بتاتا. و30/6 ليس انقلاب، ثورة شعب حر ولا للإرهاب، لا لجماعة الإخوان. عايزين كل حاجة حلوة. نفسي أتجوز بس نفسي اللي أقوله متعب. عشان نشتغل بالشهادة بتاعتي. الناس اللي بشوفها قاعدة دي نفسي الناس دي تعيش في بيت مستقر. نفسك في إيه؟ نفسي أطلع ممثل. أنا نفسي أطلع ظابط. مصر هي الشعب، الشعب الحر، شعب مصر. نعم الدستور نعم السيسي.
نعم. اللي هيقول لا ده عايز خراب البلد. هقول نعم. ليه بقى؟ يا مصر. بحب مصر. عايزين الدولة تمشي وتتحرك. صباحكوا يا عم. صباح الفل. فرحة كده والله. ما تطمنوا قلبي. والله خايف اقولك كله تبع حاجة تانية ولا بتاع. من أول الأستاذ أحمد أحمد باين. من أول ما كان بيصور على كوبري فيشة. عايز أندهله وأقول له حضرتك تبع إيه؟ أنت كنت خايف يبقى تبع إيه؟ تبع الإخوان. تبع القطر. تبع الجزيرة. ترجع لسنة 80. لو رجعت بوصلت لسنة 80 الجمهورية كلها هتوزع. هتروحوا الاستفتاء بتاع الدستور؟ اه طبعا لاشر. هتقولوا نعم ولا لا؟ هنقول نعم بقلبي جابت كمان. لازم بس بقول نعم على ايه او لا على ايه. وبعدين انا ضد في التلفزيون مكتوب نعم للدستور. كل نعم. نعم ولا لا؟ نعم. بالضبط. نعم. لا انت كم؟ ولا نعم ان شاء الله. احسن من اللي فات؟ اه طبعا احسن بكتير. إيه؟ طبعا ان شاء الله. خليك معايا جمال ثانيه. هتقول نعم ولا لا؟ لا طبعا هقول نعم. طب وجمال هيقول لي صح؟ يا جمال اهو وادي السبيكر. جمال جمال هتقول نعم ولا لا؟ نعم طبعا. ماشي حبيبي اكلمك تاني يا جمال. ليه نعم. السلطانة دائما عظيمة وهي اليوم مجاهدة وغدا ظافرة بإذن الله. أحلى بالصلح وأحلى بالناصر كلها سيان واحد. من زمان ما نعرفش مسيحي ولا مسلم. الناس أخوان. مرسي خرابها الله يخرب بيته. هتقول الاستفتاء؟ نعم هو. هتقول نعم؟ نعم. أنا لسه هسأل. لا لا. نعم ولا لا؟ نعم هو. هتقول لا؟ ليه؟ ما بيفهمش. أنا كمان في اللجنة. طبعا لازم اشرف ولازم اكون واقف مش بلدي. نقول نعم طبعا عشان البلد تمشي. قول نعم للدستور. نعم للدستور. نعم للدستور. ايوه انت تبع قناه ايه طيب؟ جزيره. لا مش هعمل. الناس اللي هتعمل ده غير طبيعي. لازم عشان مصر تطلع لفوق. ده شكل شكرا كلها نعم. ومصر كلها نعم ان شاء الله. طبعا طبعا. يا في اختلاف حضرتك هتروحي الاستبداد بعد كده؟ هتقولي نعم ولا لا؟ نعم. مصر ترجع تاني. ونعمل السيسي. نعمل الدستور ونعمل خريطة الطريق. مش السيسي بقى ما تقعدش تطبل مع الشعب اللي بتقعد. نعمل السيسي. اه ونعمل السيسي. كبار. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين. انت الأصيلة يا مصر. ايه معاوة الحاضر نعمل الدستور من الوقت. ايوه حاضر نعم. نهاية الدستور. نعم للدستور. قول نعم ولا لا؟ نعم. يحيى جيش مصر. لما ترجع الشرعيه ان شاء الله. احنا المصريين وقادرين على اي حد. دي مصر ام العالم. مصر جميله. احنا ما نعرفش نقرا ونكتب بس احنا طالما بنسمع ان في ناس كويسه هي اللي بتحمي كل شيء احنا لازم نقول نعم. وكمان انا بحب السيسي جدا وواثقه فيه. اقول نعم ان شاء الله. اقول نعم. نعم. هتقولي نعم ولا لا؟ هتروح ولا لا؟ هتقول ايه؟ اقول نعم. يا زمن بترسي ناس عن بر وناس تتوف البحر قاس العذاب وعمر. نعم ونص كمان من غير ما يصلح. نعم ان شاء الله. نعم لايه؟ احنا خدنا قلم ما نقدرش ناخد الكاس. لما اعرف فيه الاول هنزل واستفتى عليه. نعم قوي. قول نعم. نعم. ما خلاص العبيط فتح. هتقولوا نعم ولا لا؟ بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقول نعم إن شاء الله طبعا أكيد. الناس عايزة مواد اتمسهم خلي الحال يستقر والبلد عشان البلد ترتاح وتبقى تمام. هو خيار واحد ان احنا نقول نعم لان احنا طلعنا في 30/6 على خريطه الطريق. احنا طبعا مؤيدين طبعا السيسي مش عادي كلام. انا حفيده لسه جايب الاسم ده شهرين لسه جايب طفوله صغيره اسمها السيسي. احنا الصعايده دايما في عاداتنا وتقاليدنا نحب الرجل الشديد وراجل قوي وراجل كل حاجه وكلمته ما يرجعش بكلامه. يعني احنا شفنا محمد مرسي راجل ضعيف. This man is a foundation of democracy.
الله أسوان يعني إن شاء الله نعم إن شاء الله نعم نعم. لو صلحنا أنفسنا مع بعض ربنا هيصلحنا. أنا كنت فين لما شبتي، أنا هنتي لما أنت هنتي، من كان فيك اتولدتي. إن شاء الله نعم لا. لا 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 ان شاء الله نعم. احنا بنضيع وقتنا في اللعبه عشان ما نتكلمش في السياسه. قانون لا، عشان الدنيا تمشي، عشان الدنيا تستقر. قبل ما اقرا برضه هشوف القرايه بعد كده. يا حاج هتروح الاستفتاء بتاع الدستور يا حاج؟ امال ايه، هنقول نعم والله. امال ايه، قريت شويه؟ قريت شويه، وبنسمع في التلفزيون كمان دايما المناقشات اللي بتحصل. والله العظيم احنا لازم نقول نعم عشان الحال يمشي اهو. نعم تعرف يعني ايه؟ يعني اليري 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 ودستور اليري أصيلة يا مصر وكلنا عارفين، أنت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين، بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله، أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وحي على الفلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني، موصيني أبويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة.